السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي كاملين. ان شاء الله نديرو تصحيح فرض محروس رقم جوج دورة الثانية بالنسبة للمستوى الثانية باك علوم بصفة عامة سواء بي سي ولا اس في تي. التمرين الاول ديال الفيزيك فهو كيتكون كما شفتو من الغنى، عندي الحركة ديال واحد الجسم اس على مستوى مائل بعد ذلك على مستوى افقي. طبعا عندي هنايا واحد المنحنى. من بعد غنشوفو الان التمرين رقم جوج طبعا اللي هو فيه السقوط الرأسي لجسم صلب، طبعا السقوط الحر، وعندي هنا السقوط الرأسي لجسم صلب ولكن في مائع يعني في سائل. هو هذا الان 80 ديالنا. طبعا عندي هنا الشيمي، فهنا فيه عمود في الأعمدة. التمرين ديال التمرين مختلف شوية، اللي هو التمرين ديال واحد النوع ديال الأعمدة سميتو عمود بيلي لوكلانشي، عمود لوكلانشي. وطبعا غنشوفو الآن واحد التمرين ديال الفضة، عمود فضة رصاص فضة. ألوغ نبداو بتصحيح الفيزياء. فالتمرين الأول ماذا يقول؟ ألوغ عندي هنايا من نقطة أو أصل المعلم، فوالا دوك وهادي نرسل حجم نقطيا إس كتلته 500 غرام فيتحرك على مسار الرأسي، المسار الرأسي المستقيمي أو أ بي كما يبين الشكل جوج. ألوغ هذا هو الشكل ديالي، يمثل مبين على الشكل هذا. منحنى تغيرات في إكس بدلالة الزمن، سرعة تي بين تي لحظة الانطلاق من النقطة أو والنقطة أ، طبعا 0.6 لحظة المرور جسم اسم من النقطة أ نأخذ جي كتساوي 10 وزاوية الميل ألفا كتساوي 30. ألوغ باستغلال المبيان حدد طبيعة حركة اس بين أو و أ واحسب قيمة أ تسارع الحركة. ألوغ طبيعة الحالة سنطبق القانون الثاني لنيوتن. ألوغ بالنسبة لهنا يمكن تلاحظوا أن ما بين أو و أ في المسار المستقيمي، وعندي ف في بدلالة إكس فهي دالة تآلفية. تلاحظوا الآن أن في إكس بدلالة طي فهي دالة تآلفية، وبالتالي فالجواب اللي ممكن يكون هنا هو بما أن في إكس بدلالة الزمان كي دايرة، عبارة عن دالة تآلفية، والمسار مستقيمي كذلك، والمسار أو أ مستقيمي يعني ماذا؟ يعني أن كيف هي الحركة؟ يعني أن الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام. وبالتالي غادي يكون هنايا تسارع غادي يكون ثابت، واحسب قيمة أ تسارع الحركة. فبالنسبة لأن تسارع الحركة فيكفي أنه ناخذ نقطتين من المنحنى، في إكس بدالة تي عبارة عن دالة تآلفية، وبالتالي فيمكننا ناخذ نقطتين. الآن أنا غادي ناخذ هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي، فوالا دوك هاد النقطة هادي لاحظوا الآن إلا سقطنا فاضي لقاو أنها 0.2، وهاد النقطة هادي طبعا 0.2 يوافقها 2 متر بار سكوند، وهذه النقطة هذه 1 يوافقها 0. ألوغ ماذا يساوي الآن تسارع؟ طبعا متغيرة بانتظام يعني أن أ كونستانت. ألوغ طبعا على هذا المسار أو أ فقط، يعني أن أ ماذا يساوي؟ أ إكس طبعا اللي كيساوي ماذا؟ إذا كيساوي دلتا في إكس على دلتا تي. الآن ناخذ نقطتين كما قلنا. ألوغ النقطة الأولى 2 والنقطة الثانية 1. ألو هنا 2 كأو أرتوب يوافقها كأفصول 0.2، طبعا 1 يوافقها 0، وبذلك 2 ناقص 1، 1 على 0.2 هي 5 متر بار سكوند أو كاري. ألو هذا بالنسبة لجواب السؤال رقم 1. ألو السؤال رقم 2 طبعا هنايا عندي هو هذا. ألو بتطبيق ولا أكتب المعادلة الزمنية إكس بدلالة الزمن، ثم احسب المسافة أو أ التي قطعها الجسم إس من النقطة أو نحو النقطة أ. ألوغ هنايا بالنسبة للجواب يكفي أننا نستغلوا ماذا؟ نستغلوا المعادلة الزمنية
ديال المنحنى في اكس بدلالة الزمن، لأن دلالة التألفية تكتب بصفة عامة على شكل ماذا؟ ألوغ لدينا ماذا؟ لدينا سؤال رقم جوج، ألوغ لدينا ألوغ في اكس دلالة التألفية كتكتب بصفة عامة على شكل أ زائد بي، ألوغ أ هو طبعا اكس هو المعامل الموجه للمنحنى، ألوغ هو حسبناه هو خمسة. تي زائد بي طبعا بي، فا يكفي انكم تلاحظوا ان بي هو الارتب عند الاصل، الوغ هو هذا، لاحظوا الان المنحنى بالتالي فهو هذا، الوغ ملي كينطلق ملي كيكون تي كيساوي صفر، الوغ زائد طبعا زائد هنا واحد، بالتالي فا ماذا يساوي اكس؟ طبعا الى نجز يعني التكامل، ومنه ماذا يساوي؟ على علم ان ماذا؟ ان في اكس راه ما نساوش انه في اكس كيساوي ماذا؟ كيساوي دي اكس على دي تي، الوغ هذه معلومة هامة، وبالتالي فغادي ننجز التكامل، الوغ هنايا ماذا يساوي اكس؟ فا اكس كيساوي الوغ الدالة الأصلية ديال هذا هي واحد على جوج خمسة تي أوس اتنان، زائد واحد تي اللي هو تي، زائد اكس زيرو، زائد اكس زيرو، وبالتالي فهذا هو المعادلة الزمنية للحركة. طبعا هنايا اكس زيرو لحظة انطلاق الجسم، فلاحظوا الآن أن الجسم انطلق من النقطة او، وبذلك او يوافق الاصل المعلم، اذا اكس زيرو فهو يساوي زيرو ياك. الوغ نكملو اونسومبل، الوغ هنايا بذلك اش غتكون عندي هنايا المعادلة ومنه وبالتالي، فالمعادلة الزمنية للحركة، وبالتالي فالمعادلة الزمنية، المعادلة الزمنية اكس بدلالة الزمن كيف هي؟ كيف تكتب؟ فهي كتكتب على هذا الشكل، اكس دو تي كيساوي خمسة على جوج، ألوغ هي جوج فاصلة خمسة تي أس اتنان زائد تي أو إكس زيرو طبعا هو زيرو. ألوغ هذا بالنسبة للجواب السؤال رقم جوج. السؤال رقم ثلاثة، طبعا السؤال رقم ثلاثة نمشيو نشوف الآن السؤال رقم ثلاثة ماذا يقول. ألوغ السؤال رقم ثلاثة هو هذا، إذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، تطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت أن حركة S تتم بدون احتكاك على المسار O A، يعني غادي نبينو أن الحركة S تتم بدون احتكاك على المسار O A بطبيعة الحال، فغنطبقو القانون الثاني لنيوتن. السؤال رقم ثلاثة، طبعا هنايا غادي ألوغ نرسم الجسم بعداك الحركة الشيما، ألوغ الشيما طبعا صغيرة فقط، أنه يعني داكشي شيماتيزيك يبين الوضعية ديال ألوغ هنايا من النقطة، ألوغ هذا هو المستوى ديالي، المستوى طبعا المائل، ألوغ هنا النقطة أ وهنا النقطة أو، وطبعا الآن إلا مثلنا الآن يعني لي فورس اللي عندي هنايا، طبعا ما استبق القانون التاني فضروري خصني نكون عارف القوى اللي عندي، ألوغ هنايا بي، وغيكون طبعا عندي هنايا إر، طبعا إر أنا ما عنديش يعني ما عرفتش واش عمودية ولا لا، وإنما اللي مطلوب مني نبين. اللي مطلوب مني انني نبين ان المسار خصو يكون يعني ان اير خصها الاسقاط ديال الاير على المحور طبعا ايكريك، فخصو يكون كيساوي صفر، وبالتالي فهنا لدينا ماذا؟ اذا نطبق القانون الثاني لنيوتن، لدينا ماذا؟ المجموع ديال لي فورس ماذا يساوي؟ فهو تساوي الجداء ديال لاماس في التسارع اجي، راه هنايا عندي جوج ديال القوى، عندي بي بلس ار فهو كيساوي ام ا جي، الوغ فغادي نسقط هاد العلاقة هادي على المحور، طبعا على المحور، الوغ دابا الان خصني نبين ان طبعا هذا هو المحور اكس، منساوش ان هذا المحور، ايكريك طبعا، هذا المحور ايكريك، الوغ هذا هو المحور، طبعا اي، وهذا المحور طبعا جي، اذا بمعنى ان خصني نبين ماذا؟ خصني نبين ان ار اكس كتساوي صفر، لأن باش تكون أن الاحتكاكات الحركة تتم بدون احتكاك سوف أن إر غتكون عمودية على إكري، وبذلك إر إكس خاصها تكون كتساوي صفر، ألوغ نسقط يعني هاد العلاقة هادي على المحور إكس، ألوغ نسقط، يعني العلاقة المتجهية، العلاقة طبعا المتجهية اللي هي هادي، ألوغ هي هادي على المحور ماذا؟ على المحور، او اكس، يعني شنو غيكون عندي هنايا؟ غيكون عندي هو بي اكس زائد ار اكس كيساوي ار ام ا اكس،
الوغ بي اكس فالاسقاط ديال بي على المحور اكس فهو خصني ندير الاسقاط العمودي كما غتشوفوا، فهو هذا الوغ هو هذا، بمعنى انه بي اكس هو هذا الوغ هو هذا بي بي اكس الوغ هنا. ف يكفي انه ناخد هاد المثلث هذا ماذا يساوي، نخدم هاد المثلث باش نلقى بي اكس. هاد لونجل هذه هي طبعا ما ننسوش ان لونجل هذه هي الفا، وهذه بي على جوج، وهذه بي على جوج ناقص الفا، وبذلك هاد لونجل هذه غتكون هي لونجل الفا، هاد لونجل هذه هي الفا. الوغ ف بي اكس لاحظوا الان ان الاسقاط ديال بي اكس على المحور، الاسقاط ديال بي على المحور اكس جا في لهذه الجهه الموجبه، وبالتالي بي اكس كاحداثي غيكون موجب. الوغ هنايا شنو عندي هنايا، دوك انا ندير لكم هنا في الجمع هنايا، الوغ شنو غيكون عندي هنايا، غيكون عندي سينوس الفا ماذا يساوي، الوغ نخدم هاد المثلث هاد النقطه هادي وهادي وهادي، سينوس الفا ماذا يساوي، كيساوي الضلع المقابل اللي هو بي اكس على بي اللي هو الوتر، وبذلك بي اكس ماذا يساوي، فهو كيساوي بي اللي هو ام جي، ام جي سينوس الفا، ام جي سينوس الفا. ولا دوك غادي هادي جانبا، الوغ غادي نجي نعوض هنايا، الو بي اكس هو ام جي سينوس الفا زائد طبعا ار اكس غنخليه كما هو كيساوي ام ا اكس طبعا هو ا. الوغ بالنسبه لار اكس ماذا يساوي، فهو كيساوي ام ا ناقص ام جي سينوس الفا. طبعا يمكن لي انني نعمل بلاماس بالكتله، اذا ا ناقص جي سينوس الفا، فلاماس هي 500، الو 500 غرام لاماس 500 في 10 اس ناقص 3. الو ا لقيناها انها كتساوي 5 في السؤال رقم 1 متر بار سكوند، ناقص طبعا ناقص جي اللي هو ماذا، ناقص جي طبعا جي هو 10 وسينوس سينوس 30 سينوس الفا لان كتساوي 30. الو فالا حسبنا هادشي هذا فتلقاو انه كيساوي صفر. الوغ شنو النتيجة اللي يمكن نخرج منها، هو أن الحركة لا تتم على المسار الحركة. كنا ماذا نستنتج، نستنتج ماذا، أن إر إكس كيساوي صفر، سأدير أن إر عمودي على إي، إذا فالمتجهة إر ماذا غتكون عمودية على المتجهة الوحيدية إي التابعة لمحور إكس، إذا الحركة، إذا الحركة تتم بدون احتكاك، تتم بدون احتكاك طبعا بدون احتكاك على المسار او. نمشيو للسؤال طبعا السؤال الموالي، ماذا يقول السؤال الموالي طبعا هنايا، السؤال الموالي ماذا يقول، هو أربعة، اذا يمر الجسم اس من النقطة ا، يمر بليتو يمر عفوا عفوا، اذا ما بانش لنا الصوره مزيان، الو فوالا دوك هو هذا، اذا يمر عفوا، الو يمر الجسم اس من النقطه ا بسرعه في ا كتساوي 4 متر بار سكوند مع النقطه هذه، ويتوقف عن الحركه عند النقطه بي هنا كما كتشوفوا الان الشكل عندكم واضح هنايا، خلال المده دلتا تي كتساوي 2 سكوند بين تي ا وتي بي. الو نعتبر القوه اف الممثله للاحتكاك على المسار ابي قوة ثابتة وممسة لمسار ار على جزء ابي، فكل الاحتكاكات اذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم الجديد، هذا المعلم هذا اللي هو ار ا اي بريم جي بريم كا بريم، حدد طبيعة حركة اس على المسار ابي، بمعنى نحدو طبيعة المسار على على طبيعة المسار ديال الجسم على المسار ابي. بالنسبة للاجوبة الوغ 4 1 هنا من جديد غنطبقوا قانون اضاف عفوا قانون 4 1 غنطبقوا قانون ثاني لنيوتن، هنا بتطبيق قانون ثاني نيوتن على بتطبيق الوغ قانون الثاني لنيوتن على طبعا على الجسم، على الجسم اس بين بين ا و بي طبعا يعني باش تكون الامور واضحه. الو شنو غيكون عندي، غيكون عندي لا سوم دو اف دائما ما نساوش المجموع القوى الخارجيه، فهو كيساوي الكتله ولكن ا طبعا هذه المره هذه اكيد ا غادي تغير. الو شنو عندي القوى اللي عندي، عندي بي زائد طبعا الاحتكاكات كاينه، الو هنايا اف
طبعا هذه قوة الاحتكاكات يعني المماسية زائد قوة الاحتكاكات المنظمية ار ان فكيساوي ام ا جي. الو يمكن نسميه هذا ابريم لان التسارع غادي يتغير. الو فطبيعي ان الاسقاط ديالنا ماذا سيساوي؟ الو الاسقاط فطبيعي ان الاسقاط ديال بي على المحور غادي يكون كيساوي صفر لان بي دائما متعامده دائما قوه راسيه. الو هنايا الشيء ما تكون واضحه عندي هنايا. الو هنايا المسار ا والمسار بي. الو فاذا مثلنا بي هنايا فلاحظوا الان ان بي دائما عموديه على المسار الافقي اللي هو هنا ا بي، وبالتالي ف غادي تساوي صفر. الوغ بالنسبه لاف فالاحتكاكات عندي جوج، عندي هنايا بلوتو، عندي هنايا ار عكس منح الحركه فيها جوج. الوغ فيها اف، فيها اف، وفيها طبعا ار ان. الوغ الاسقاط طبعا غنسقط على المحور الافقي. الوغ الاسقاط ديال بي غادي يساوي كما قلنا غادي يساوي بلوتو غادي يساوي زيرو. الوغ هنا غنديرو الاسقاط يعني نسقط يعني غيعطيني زيرو. الاسقاط ديال اف لاحظوا الان في عكس منحى الحركة ناقص اف هادي زيرو غادي يساوي ام ابخيم. طبعا تسارع جديد وبذلك نجد ماذا؟ نجد ان ابريم ماذا تساوي؟ ابريم ماذا تساوي؟ فكتساوي ناقص اف على ام. ولاحظوا الان ان فهاد القيمة هادي في اخر المطاف هي ثابتة، حنا ما حسبناش لافالور ديال اف شحال كتساوي، ولكن ان اف يعني قوة الاحتكاكات فهي في نص التمرين فهي ثابتة، ولا ماس كذلك الكتلة ما كتغيرش، وبالتالي فالتسارع ثابت والمسار ابي مستقيمي. اذا ماذا نقول؟ فالحركة مستقيمة متغيرة بانتظام تو سامبلوم. اذا فكيف هي الحركة؟ اذا الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام فوالا دوك هذا هو الجواب ديال الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام طبعا على المسار ا بي كذلك، لأن بين أن ا باش نقول أن الحركة مستقيمة بانتظام شنو خصني؟ خصني نبين أن التسارع ثابت وبيناه هو هذا، ونبين أن المسار خصو يكون مستقيم، وبذلك نقول أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. هذا يقول السؤال الموالي، طبعا السؤال الموالي هو هذا الغربعة جوج تحقق أن تسارع الحركة هو أبريم كيساوي ناقص جوج متر بار سكون، ثم استنتج إف قوة الاحتكاك. فهنا طبعا يمكننا نستعملو التعريف، طبعا التعريف ديال ماذا يقول أن أبريم، طبعا هذا السؤال هذا 4 جوج، الو 4 جوج، الو ابري ماذا يساوي؟ فمنساوش انه التعريف ديال التسارع هو الو دلتا في على دلتا تي، وبالتالي فهو في بي ناقص في ا على تي بي ناقص تي ا. الو هذا لا ديفينيسيون ديال التسارع منساوش. الو في بي طبعا راه عندكم في لي دوني انه وصل الى النقطة بي بالسرعة صفر لانه توقف عن الحركة، وفي ا عندكم في لي دوني هي 4. الوغ تي او ناقص تي بي فعندكم انها كتساوي جوج، وبالتالي ف ابري ماذا يساوي؟ فهو كيساوي ناقص جوج متر بار سكوند. الوغ هذا بالنسبة للسؤال على رقم جوج. واستنتج كذلك لان عندي في السؤال، طبعا عندي في السؤال هنايا استنتج ماذا؟ استنتج اف شدة قوة الاحتكاك. الوغ هنايا اف ماذا لدينا؟ لدينا ماذا حسب السؤال السابق؟ هو ان ماذا؟ عندي ان ابريم ماذا تساوي؟ لقينا ان ابريم كتساوي ناقص اف على ام، وبذلك ماذا يساوي؟ اف كيساوي طبعا ناقص ام ابريم. الان تطبيق عددي ماذا يساوي؟ اف فهو كيساوي ناقص طبعا 5 × 10^3 دائما لان بالكيلوغرام، وطبعا ما نساوش ان شحال كتساوي ا طبعا ناقص جوج، طبعا ناقص مع ناقص تولي زائد، وبذلك لا فالور دو اف ماذا تساوي؟ الوغ تولي هو 1 نيوتن. اذا لا فالور دو اف هي 1 نيوتن. السؤال اخر سؤال طبعا هنايا هو السؤال رقم 4 3، ماذا يقول؟ اكتب معادلة السرعة لحركة اس على المسار ابي
باعتبار أصل التواريخ الجديد لحظة مرور إس من النقطة أ. طبعا المعادلة الزمنية للحركة فيمكن نكتبها فاسيلمون ألوغ 4-3 المعادلة الزمنية للحركة، ألوغ المعادلة الزمنية للحركة شنو عندي؟ عندي أن الدي في، لدينا الدي في على الدي تي ماذا يساوي؟ طبعا كيساوي أ بريم، هذا تعريف، وبذلك فيمكن أن المعادلة الزمنية للحركة في فهي تتساوي ماذا؟ أ بريم تي زائد في زيرو. في زيرو طبعا هي في من النقطة أ، طبعا أو حيث ماذا يساوي في زيرو هنايا هو في في أ طبعا اللي كتساوي عندكم في لي دوني 4 متر بار سكون. وبالتالي ومنه إذا ماذا المعادلة الزمنية للحركة في تي ماذا تساوي؟ تساوي أ بريمي ناقص جوج تي طبعا زائد 4. ألوغ هذا هو الجواب. إذا التمرين الأول انتهى، ننتقل إلى التمرين الثاني. او ان توقفوا هنا فقط في هذا الفيديو هذا على اساس انه باش ما يجيش طويل، وحتى التمرين الثاني والثالث فهو خاص بالسقوط الراسي لجسم صلب. التمرين الثاني هو سقوط حر، لاحظوا الان هنا عندي هنايا فغادي نخدمه ان شاء الله، والتمرين الثاني فهو السقوط الراسي لجسم صلب في سائل فنخدمه اونصومبل باعتبار انه نفس الدرس. الوغ نتوقفوا هنايا حتى غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا الى ملتقى قريب، وما تنساوش انه اللي كيشوف لاشين ديالي اول مره يدير البارطاج. طبعا مازال نديرو تصحيح يعني ديال النماذج فروض ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى تنجحوا وتشدوا البكالوريا ديالكم ان شاء الله. اذا الى ملتقى قريب، السلام عليكم.